التيرون هذو الديمقراطيات. أيها الوطنيون، أيها الأخوة الوطنيات، اسمحوا لي وأنا حتى نتبع كلام سعيد قال نكلمه بالعامية التونسية الجميلة. أني في البداية طبعا نهني أشقائنا وشقيقاتنا في الحزب الجمهوري بدل الاجتماع، ونهني العائلة الديمقراطية كلها بالوضع اللي هي موجودة فيه اليوم، والإشارة في الأستاذ نجيب الشاذلي يقول أن الوضع اليوم يختلف ياسر على وضعنا من أشهر قليلة. نحب نتذكر بوضع الديمقراطيين في شهر أبريل في شهر ماي. نحب نتذكر ذاك الأوقات العصيبة اللي كنا نعاني فيها، وقت الناس كانت تقول ثم طرف واحد محتكر الحياة السياسية والباقي الكل هما جماعة صفر فاصل. اللي يظهر أنه ما يعرفش حكاية الصفر هذية، لكن متأكد من الفاصل، وأن الطرف اللي هو كان يعتبر نفسه هو اللي محتكر الحياة السياسية يظهر أنه هو اللي مش يصير الفاصل في تاريخ تونس. كما تعرفوا أنه كما كان يقول سمير توا الأعداد هذه تجري ترتفع، فالصفر يجي يصير 100، ولكن الفاصل طموح المسيح وحيد أن يولي نقطة ويرجع للسطر. السطر اللي نحكي عليه الآن هو اللي كان يحكي عليه الأستاذ أحمد نجيب الشاذلي، يقول هناك وضع جديد. أنا اليوم نوقف ونحب نقول لكم بدون أي مبالغة أنه الآن نشعر ونحن مفعمون بالأمل، لأنه الوضعية السياسية الحالية نعيش فيها لأول مرة من انتخابات 20 أكتوبر تتميز بأنه القوى الديمقراطية هي اللي واخذة المبادرة في الحياة السياسية التونسية. الحديث عن أجندة والحديث على تاريخ الانتخابات والحديث على شروط الانتخابات والحديث على تاريخ الدستور والحديث على مهام الدستور، مهام المجلس التأسيسي ومدته، كلها كانت مواضيع مرفوضة منذ أشهر، والآن الميدان الذي اختاره الديمقراطيون صار عنوان الحياة السياسية التونسية، وهذا يتقدم كبير جدا. المسألة الثانية اللي تخليني مفعم بالأمل أنه نعم نحس أن الحياة السياسية تتوازن في تونس الآن. ثم توازن في الحياة السياسية. يحصل على كل سونتاج دوبينيون اللي كانت فيه في الرادار من الخروج الديمقراطي كان رسم، لا يزيد الان رسم مرفوعه، وهم الان ماشيين في خط مرتفع. فنقول انه الطريق مازال طويل، ما ثم حتى شك، ومازال ثم برشا صعوبات، لانه المنافس اللي امامنا ما هوش منافس طبيعي، وما هوش يقابل القواعد العامه الديمقراطيه. ولكن الان يمكن نقول انه بعد 14 جانفي اللي فتحت ابواب بالتغيير الديمقراطي في تونس وما كانتش هي التغيير الديمقراطي، انه الديمقراطيين التوانسه والديمقراطي التوانسه يستطيعوا الان، ما عادش حتى واحد يجي يقول مرأة تونسيه انه ما جات حوالي شخصيه، جاتهم هيبه من حبيب بورقيبه. نعم هيبه حبيب بورقيبه، ولكن المرأة التونسيه الان مش معقول. هذوكم الناس اللي كانوا مراقبين قدام المجلس التأسيسي، واللي خرجوا في 20 مارس، واللي خرجوا في 9 فبراير، واللي خرجوا في 3 أوت، وكل الناس هذوما اللي خرجت هذوكم هم الآن اللي يقولوا أن الحريات التونسية مستحقة بالنضال وليس مستحقة بالجزائر. ولكن رغم ذلك ما زال الطريق طويل، الآن هناك منعرج، هناك إمكانية، انفتحت قوة حقيقية، يلزم القوى الديمقراطية تعرف تستغلها. وهذاك علاش انا نحب ناكد الان هنا باسم حركه ديزا تونس الحزب الجديد الصعب اللي عمره ما شوف، ولكن اللي تاريخه كما تاريخ كل قوى الديمقراطيه الموجوده هوني هو في استمراريه مع الحركه الوطنيه التونسيه. انا اقول اللي صاير في تونس الان هو امتداد الحركه الوطنيه التونسيه اللي خرجت الاستعمار، والحركه الوطنيه التونسيه اللي اعطت الحريه للمراه، هذه الحركه متواصله. اذا
أشهر، ولكن أعمارنا نحن الوطنيين التونسيين والديمقراطيين هي عقود طويلة من الزمن. هذاك علاش منذ أشهر قليلة ظهر أنه الحامي الوحيد للوطن في تونس لحركة الوطنية التونسية هي الحركة الديمقراطية. حتى صار على تونس اللي هو ضمننا جميعا واللي هو أساسي واللي قلنا أنه هو عنوان لحركتنا وعنوان نظامنا، صار وكأنه الدراك اللي يلبس علم تونس ويا بشرح في كركيبة يولي يقوم عليها وأن لك معارض. نعم نحن استمرار الحركة الوطنية التونسية والمسكة الديمقراطية الموجودة هون. وهذاك علاش وقت يقولوا جماعة القطع والقطيع احنا نقول لهم نعم ان الثورة هي جت بالقطع مع الفساد، بالقطع مع الاستبداد، ولكن هذه الثورة هي في استمرارية مع مكاسب المجتمع التونسي ومع النضال الوطني. إذا هناك قطيعة وهناك استمرارية، ولن نعيد كل شيء من جديد. الآن انفتحت أمامنا إمكانية حقيقية، لكن كيف نجسدها؟ عندنا ثلاثة شروط ضروريين جميعا لازمنا نعمل عليهم من جديد. أول شيء باسم حركة تونس نقول أنه خيار أنه تكون القوى الوطنية والديمقراطية في عمل تآلفي وتحالفي من هنا إلى الانتخابات وبعد الانتخابات، هذا خيار استراتيجي لنا جميعا. وهو التزام منا. في هذا الإطار نحب نتهز الفرصة باش نقدم أيضا تهنئتي لرفاقنا في الجبهة الشعبية. ونقول لهم أنه ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأنه لابد بروح المسؤولية الوطنية أن نجلس مع بعضنا قريبا وأن نعمل مع بعضنا قريبا أيضا. وكلنا وجميعنا نلبي نداء تونس، ولأنه فعلا المعركة اللي حاصلة ماهيش مبالغة اللي قاعد نقول فيها، المعركة اللي حاصلة هي حاصلة بين الوطنيين وبين تونس وبين الناس اللي يكرهوا تونس ويكرهوا علم تونس ويكرهوا تاريخ تونس.